النيازك والكويكبات اللي مرت على الأرض ممكن ساعدت في تحويلها بمراحل الأولى من تاريخها لكوكب صالح للحياة، لكنها دمرت أجزاء من كوكبنا مرة واحدة على الأقل عبر التاريخ الطويل. بفضل العلوم والتكنولوجيا، البشرية قدرت تتطور لدرجة أن تقدر تواجه مخاطر الكويكبات والأجرام السماوية الأخرى، إلا أن لازم تتعامل بجدية مع هذا الخطر اللي يهددها. قبل 4 مليارات سنة ونص تكون نظامنا الشمسي من غيمة من الغاز والغبار. الأجسام الصغيرة اللي كانت تسبح في الفضاء التحمت مع بعضها البعض لتكون الكواكب والأقمار. أما المذنبات والكويكبات فهي بقايا كواكب تناثرت بسبب تصادمات بين الأجرام. معظم الكويكبات تعيش في الحزام الواسع بين مداري كوكب المريخ والمشتري، أما المذنبات فتقع في ضواحي نظامنا الشمسي. الكرة الأرضية تتعرض بشكل متواصل لضربات من النيازك، ولكن أغلبها يحترق يوم يتصادم مع غلافنا الجوي. ولكن النيازك الكبيرة ممكن توصل لسطح الأرض. فالسؤال اللي يطرح نفسه هو، هل نحن معرضين للخطر بسبب النيازك الكبيرة؟ في عام 1908 دخل كويكب الغلاف الجوي للأرض وتفجر إلى أجزاء فوق وادي تونغوسكا في سيبيريا. ومع أن بقايا انفجار الكويكب ما ترك آثار مثل فوهات البراكين، إلا أن منطقة الانفجار تغطت بأشجار محروقة منتشرة في بقعة قطرها حوالي 50 كيلومتر. الناس خافوا من الحادثة اللي صارت، وعشان يفسرون هوية هذا الجسم اللي نزل فوق تونغوسكا انتشرت خرافات كثيرة على مدى عشرات السنين، كان أغلبها فرضيات خيالية، منها أن الكويكب كان ثقب أسود صغير، أو أن كان سفينة فضائية قادها كائنات من كوكب ثاني. الأحداث المماثلة لانفجار تونغوسكا احتمال تصير مرة كل 100 سنة، ويوم تحدث في احتمال كبير أنها تصير فوق محيطات ومناطق نائية من الأرض. لكن لو صارت في منطقة مأهولة بالناس بتكون آثارها كارثية. لكن سؤال يطرح نفسه، شو الحل إذا عرفنا أن كويكب كبير يتجه نحو الأرض؟ هل هذا الشيء معناه دمار كوكبنا، أو أنه بيكون عندنا فرصة نتجنب هذا الخطر؟ قبل كل شيء، الأجسام الخطرة لازم نحدد مواضعها بأسرع وقت عشان نقلل من احتمالات نهاية غير متوقعة. ومن الضروري أيضاً أن نتعقب هذه الأجسام حتى نتمكن من تحديد مساراتها بدقة في المستقبل وفي الوقت المناسب قبل فوات الأوان. إذا عرفنا أن في كويكب بيوصل كوكبنا بعد حوالي 5 سنوات، غالباً الأمل بيكون ضعيف، فإن نقدر نتفاداه في الوقت المناسب. أما إذا كان وصوله بيستغرق حوالي 10 سنوات أو أكثر، بيكون عندنا فرص متاحة لإطلاق مهمات بإمكانها أن تغير مسار الكويكب وتبعده عن مدار الأرض. والبعض ممكن يفكر، ليش ما نفجر الكويكب وخلاص؟ لكن في حال عملنا هذا الشيء نكون زدنا من المخاطر، لأن يوم ينفجر كويكب تنزل أجزاءه على أكثر من منطقة على الأرض. وكالة ناسا حالياً تدرب فريق من رواد الفضاء للهبوط على سطح كويكب لاستكشافه وجمع المعلومات اللي تخلينا في المستقبل نتجنب الكويكبات الضخمة اللي تقترب منا بشكل خطير. المهمة مقررة في سنة 2025، والرواد يتدربون في محطة أكويريوس الموجودة تحت الماء في ولاية فلوريدا الأمريكية، لأن الظروف تحت البحر مشابهة لبيئة فيها جاذبية ضعيفة مثل جاذبية الكويكبات. التدريبات تتضمن محاكاة للعمليات اللي بيجرونها في المستقبل على الكويكب
بأفضل صورة ممكنة. مرات نسمع الناس يقولون شهب ومرات يقولون نيازك، ولكن شو الفرق بين الشهب وبين النيازك؟ النيازك تتكون من صخور تدور حول الشمس وأحجامها أصغر بكثير من الكويكبات، وإذا دخل النيزك الغلاف الجوي لكوكب الأرض واحترق قبل ما يوصل لسطح الأرض نسميه شهاب. وإذا دخل كويكب صغير أو نيزك كبير داخل غلاف الجوي للأرض ونزل على سطحها نسميه حجر نيزكي. ويسقط على الأرض يوميا ما بين 1000 طن إلى أكثر من 10,000 طن من هذه الأحجار النيزكية، لكن أغلبها صغيرة جدا. اصطدام كويكب بالأرض ما يشكل خطر علينا اليوم، ولكن الاصطدامات السابقة أثرها موجود ليومنا هذا. ومن أشهر الحفر الناتجة عن اصطدام كويكب الفوهة النيزكية الموجودة في أريزونا في الولايات المتحدة، واللي صارت بسبب اصطدام قبل 50,000 سنة، وفي مثلها 175 حفرة حول العالم وجزء قليل منها كبير الحجم، مثل حفرة فريدفورد في جنوب أفريقيا اللي تعتبر أكبر حفرة لاصطدام على سطح الكرة الأرضية. وأيضا في موقع اصطدام مشهور موجود في ساحل شبه جزيرة يوتاكان في المكسيك، واللي تمثل تسجيل للحادثة اللي أدت إلى ظواهر سببت في انقراض الديناصورات قبل 65 مليون سنة. غالبا نسمع عن مشاكل تصيب جهة أخرى من الكرة الأرضية أو قارة أو حتى دولة ثانية، بحيث أن نحن أحيانا ما نتدخل أو أن نشوف أن ما لنا علاقة بهذه المشكلة. لكن يوم نتكلم عن سقوط نيزك على الأرض أو اصطدام كويكب بالأرض، هذا شيء معناه أن خطر يهدد الكرة الأرضية بأكملها ويهدد مصيرنا ووجودنا. ولكن الحل بسيط، نحن لازم نتعاون مع بعضنا البعض حتى نحمي أرضنا. لكن من الفضاء ما نشوف حدود دول رسمها التاريخ، بل نحن نلاحظ أننا ننتمي لكوكب واحد ولموطن واحد.